بالنسبة للمعاصر الموجودة بالمحافظة عندنا كان بحدود 23 معصرة، بس نتيجة الظروف ففي بعض المعاصر سكرت أو صار في عملية تهديم لها، فتقريبا المعاصر العاملة بهذا الموسم بحدود 13 معصرة. عندنا نواتج التقليم، ممكن نواتج التقليم نستفيد منها، بيستفيدوا منها بموضوع الخشب، حتى أوراق الزيتون تستخدم من نواحي طبية، تفل الزيتون تخرج منه الزيت تستخدم للصابون، ممكن هالتفل البقيان يرجع يستخدمه إما لفحم أراجيل أو يستخدموه للتدفئة. بالنسبة لماء الجفت اللي هو المياه اللي تخرج عن عصير الزيتون، هذه المياه مياه غنية بالمعادن، فهي منه ماء ومنه أسمدة، فالكمية المناسبة للاستخدام 80 متر مكعب للهكتار بالنسبة لمعاصر الطرد المركزي، و50 متر مكعب للهكتار بالنسبة لمعاصر المكابس. وتنضيفها للأشجار لازم تكون بعيدة بحدود 80 سنتي عن ساق الشجرة. تستخدم قبل تشتيل الخضار بحدود شهرين، وللمحاصيل تستخدم قبل بشهر كمان نروي فيها الأرض. الإقبال جيد على المعصرة، بس منعاني من أمور المازوت المحروقات. يومية عنا 10 15 20 طن 30 طن 40 طن عهوة الفلاحين اللي بيقفوا المنطقة. أحدث معصرة بالمنطقة بتسوي المنطقة تبعنا. أنا عندي طاقة للتجهيز 200 طن بالنهار، يعني هلأ أنا مشغل خط وشايف الفلاحين برا، ما قادر شغل الخط الثاني لان ما عندي محروقات شغله. كل طن تقريبا بيعطيله هلأ بالوضع الراهن شيء 13 14 بدون. حاليا عايش كراجي نجربها هلا، يعني شي نص طن، وبعد ما بعد بكير على عصر الزيتون، لانه كل ما تاخر الزيتون على الشجر بيعطي افضل كنسبه زيت. في عندنا جلط وتفاحي، في نبالي، في دان، في انواع كثيره مختلفه، وفي قسم بعل وفي قسم ساقي منه.